السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هناخد فيه كتاب الماس كي جي وان الترم الاول. اخر سيشن المرة اللي فاتت كنا خلصنا فيه تشابتر 2 وكنا هنبدأ فيه تشابتر 3. واول لسون عندي فيه لسون 21 to 23. هناخد النهاردة نمبر 8. نمبر 8 تعالوا نشوف ازاي نكتب نمبر 8 في كراسة المربعات. انا عندي كل نمبر بيبقى فيه المربع ده كده اسمه بيت الرقم. يعني ايه بيت الرقم؟ يعني الرقم ما ينفعش يطلع بره هنا. طيب نمبر 8 يا ميس هكتبه ازاي؟ هعمل نمبر 6 كده واقوم عامل كده. طب يا ميس ينفع اعمل دايرتين كده؟ لا. طب يا ميس ينفع اعمل مش جوه البيت؟ لا. ممكن اعمل بطريقة تانية، ممكن اعمل 9 كده وكده. الطريقتين يعني ممكن بيبقوا كويسين. يبقى هعمل كده وكده او كده وكده. طيب قلنا اتفقنا ان دايرتين كده مع بعض لا، ويعني في اطفال بيكتبوا بطرق تانية انا مش متذكراها، بس افضل طريقة افضل طريقتين هما الكتابة بنفس الطريقة دي. طيب let's count بقى. ما عملناش counting عشان نعرف، عايزين نعرف نمبر 8 ده بيمثل ايه، بيمثل كام حاجة. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى انا كده عديت كام قلم؟ 8 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب انا يا ميس عايز اعمل نمبر 8 في الفايف فريم، وفي ايه كمان؟ وفي الكاردس الدوت كاردس. تعال نشوف نمبر 8 هنا 1 2 3 4 5. اول 5 فريم خلاص خلصتها، نخش على 5 فريم التانية 6 7 8. كده خلصت ال 8. يبقى انا كده قدمت نمبر 8 عندي على ال 5 فريم. انا عندي 2 5 فريمز بقدم عليهم نمبر 8. طيب على الدوت كاردز لو قال لي ميك نمبر 8 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى انا كده عملت نمبر 8 في الفايف فريم والدوت كاردز. طيب نمبر 8 لو عملت شجره كده وقلت كاونت 1 2 3، ليتس كاونت 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى كده عددهم كام؟ 8. ده كده اسمه كاونت، ده تمرين اسمه كاونت. ممكن ندي تمرين تاني اسمه درو. ادي للطفل نمبر 8 واقول له درو. درو يعني ارسم. هو الطفل هيرسم بقى مع نفسه اي 8 رسومات عشان يعرف نمبر 8 بيتعمل ازاي. طيب نعمل نمبر 8 على الفينجرز بتاعتنا 1 2 3 4 5 6 7 8. بصوا ايديا الاثنين، يبقى انا كده عملت نمبر 8 8 8. طيب هنا بيقول لي follow the dots to write number 8. احنا خلاص بقينا عارفين التمرين ده خلاص. وتريس برضو دوت هنكتب تريس، يعني اكتب، هنكتب التمرين. طيب هنا circle the group of 8 in each row. هو عايز الجروب اللي فيه 8 اللي فيه 8 وانا هعمل عليه سيركل. تعالوا كده let's count 1 2 3. طبعا وانا بعد لازم اعمل علامة على الحاجة اللي انا عديتها عشان ما ارجعش اعدها تاني. 1 2 3 4 5 6 7. لا دي 7 يا ميس. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى دوت 8. يبقى ده هعمل عليه سيركل. هعمل نفس الموضوع هنا وهنا. طيب هنا بيقول لي stick 8 من قطع القطع اللحم ديت on the طبق ده. هو عايزني هنا ارجع ورا في الكتاب، هي دي صفحة 67، فانا هرجع هنا في صفحة 67. الكرات اهي، كرات اللحم هاخدها من هنا هحطها هنا والزقها على الستيك. طبعا هو عايز 8، عايز 8. طيب هنا بيقول لي count and circle 1 من ده في الصفحتين، في كل الصفحتين، في الصفحتين عايزني اعمل 1 من ده.
فانا هعمل سيركل على 1 من ده. طيب count and circle 3 sheeps. هنا 3 1 2 3 هعمل عليهم سيركل. count and circle 2 of cows. هنعد بقى، يبقى هنا هعمل ايه؟ هشوف لي هو عايزني اعمل count لكام واحده واعمل عليها سيركل. يبقى كده 1 2 3 عملت على 3، عايز من ديت كام؟ 2. 1 2 هعمل عليها سيركل واعمل عليها سيركل. هنكمل بنفس الموضوع ده، هنعد وهنعمل سيركل. هو هنا في الاكسرسايز ده بيقول لي sorting by size. طبعا احنا اخدنا قبل كده sorting by shape وsorting by color. دلوقتي هيقول لي by size بالحجم. بص معايا في الورقة هنا، دي هتبقى اوضح شوية. هنا very small، هنا middle وسط، هنا big. يبقى انا عندي هنا ثلاث احجام. لما يقول لي sorting by type يبقى المجموعة دي مع بعضها هي شيبس مختلفة وكل حاجة، وممكن تبقى الكالرز بتاعتها مختلفة، بس الحجم بتاعهم واحد، يعني كلهم قد بعض في الحجم. دول برضو قد بعض في الحجم فهعمل عليهم سيركل. دول برضو قد بعض في السايز، يبقى ده اسمه sorting by size. انا هعمل sorting by size. هو هنا بيقول لي big shapes، الشيبس هنا big، انما هنا small shapes. السايز ممكن يبقى big ممكن يبقى small، ممكن يبقى big ممكن يبقى ايه small. هنا بيقول لي circle the bigger shape in each في كل واحد عندك. هو بيقول لي circle the bigger. circle the ايه bigger؟ bigger shape. فين الshape الكبير الأكبر؟ bigger shape الأكبر، هو ده هعمل عليه circle. طيب دي ولا دي؟ مين البيجر؟ اهي مين البيجر؟ ده ولا ده؟ لا ده. طب مين السمولر؟ صغنن الأصغر، ده. يبقى هنا هعمل على السمولر circle the smaller. فين smaller؟ ده ولا ده؟ اهو يا ميس هعمل عليه circle. which one is the smaller؟ ها ده، هعمل عليه circle. circle big heart blue. البيج هعمله blue والsmall هعمله orange، يبقى ده blue وده orange. طيب طبعا هكمل في بقية الهارتس اللي عندي. circle the picture that is smaller than the first one. مين اللي سمولر من دي؟ دي ولا دي اللي سمولر؟ ده اهي طبعا. طيب مين اللي سمولر من دي؟ دي ولا دي؟ اهي. مين اللي سمولر؟ اهي. طيب سيركل ذا بيكتشر ذات از بيجر ذا فيرست وان، ديت الفيرست وان. مين البيجر؟ اهي دي بيجر دي سمولر، هعمل سيركل على البيجر. طيب هنا ها دي اكبر دي بيجر دي بيجر. يبقى انا مهم جدا الطفل يسمع كتير المصطلح اللي انا بقوله، اللي هو فيرست اللي هو بيجر وسمولر، بيجر وسمولر او بيج وسمول، عشان يبقى المصطلح يعني هو مسموع بالنسبه له فيبقى سهل. sorting by shape and size. هنا هنعمل ترتيب بالايه؟ بالشيب والسايز. هنا بيقول لي ايه؟ circle the object having the same shape. هنا عايز السيم شيب، يبقى هعمل سيم شيب. دول مع بعض ودول مع بعض ودول مع بعض. طيب سيركل ذا بيج اوبجكت، ذا بيج اوبجكت بلو. البيج هعمله بلو والسيركل ذا سمول اوبجكت ريد. البيج هعمله بلو والسمول هعمله ايه؟ ريد. يبقى البيج ده بلو، ده بلو، والسمول هعمله ريد في كل واحد. البيج بلو والسمول ريد. draw some smaller than the drawn one. هو مديني واحدة هنا كبيرة، عايز واحدة smaller أصغر منها، فهعمل واحدة أصغر منها. هنا مديني flower وعايز bigger than the drawn one، عايز واحدة أكبر منها، فهرسم واحدة أكبر منها. هنا بيقول لي circle the different shape in each row. المفروض هنا الdifferent هنا فين؟ في size بقى، يعني ده نفس السايز، يعني الكالرز اصلا بتاعتهم مختلفه، فالديفرنت فين؟ ده الكبير شكله مختلف تماما. طيب هنا ده طبعا، طب هنا اكيد ده، طب هنا اكيد ده. طيب follow the circles color them where do they lead. انا همشي كده من السيركلز، انا هبدا من هنا السيركلز 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 لحد ما اوصل لفين؟ للولد. طيب او الولد هيمشي كده بالعكس، هو بادئ من هنا فهمشي كده 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 تبع الايه
السيركلز. How many big circles؟ هنعد البيج سيركلز 1 2 3 4 5 6 7 فهكتب عددها هنا 7 والسمول احنا عدينا دي 1 2 3 4 5 6 7 8 لا هم عددهم 8 لان احنا نسينا نعد دي. طيب سمول 1 2 3 4 5 6 7 هم عددهم 7 which is more البيج ولا السمول؟ دي عددها 8 ودي عددها 7 يبقى مين اللي عددها اكتر مور؟ طبعا هي هنا هعمل علامه صح كده. نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.